هذا هو تفسير الآية الكريمة، ولوا على أدبارهم نفورا. اهتمت سورة الإسراء بشؤون العقيدة، شأنها في ذلك شأن سائر السور المكية من حيث العناية بأصول الدين الوحدانية والرسالة والبعث. ويكثر البحث عن معاني آيات هذه السورة الكريمة كثيرا، وخاصة معنى آية ولوا على أدبارهم نفورا التي تصف حالة المشركين حيال القرآن الكريم. إن معنى آية ولوا على أدبارهم نفورا أي وجعلنا على قلوب الكفرة والمشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بالجنة ولا بالنار أغطية مانعة من فهم ما يتلى عليهم من الذكر الحكيم، وجعلنا في آذانهم صمما وثقلا عن سماع ما يتلى عليهم. وإذا ذكرت لا إله إلا الله وأنت تتلو القرآن فروا كي لا يسمعوا كلمة توحيد الله من النبي صلى الله عليه وسلم بغضا واستكبارا وتعجرفا في أنفسهم. وهناك من قال بأنهم يقصدوا الشياطين. وأما من جاء في التفسير الميسر في تأويل الآية الكريمة قال قوله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أي وجعلنا على قلوب الكفرة والمشركين أغطية لئلا يفهموا ويفقهوا القرآن. قوله: وفي آذانهم وقرا، أي وأصممنا آذانهم عن السماع لئلا يسمعوا القرآن تتلى آياته. قوله: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، أي إذا دعوت لتوحيد الله تعالى وأنت تتلو كتابه ناهيك عن الشرك به نفروا من قولك ورجعوا على أعقابهم استكبارا واستعظاما من أن يوحدوا الله تعالى وينزهوه عن الشرك في عباده. كما جاء في تفسير قوله تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، أن المشركين كانوا يحبون أن تذكر آلهتهم مثل اللات والعزى وغيرها مع ذكر الله تعالى، فعندما كانوا يسمعون إلى القرآن ولم يأتي على ذكر آلهتهم ينفرون من سماعه ويفرون. يقول الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فكانوا يعرفون معنى ما يتلى من القرآن لأنه بلسان عربي فصيح مبين، ولكن دون الحصول على الفائدة التي ترجى منه وهي الهداية، لأن الله تعالى طبع على قلوبهم وأصم آذانهم.